تصور جديد تعمل عليه الحكومة لإصلاح المنظومة البنكية واستقطاب الأموال خارج مسارها يأتي في خضم جملة المعطيات الاقتصادية الموجودة وعلى ضوء فتح رأس مال بنكين عموميين. الخطوة المتعلقة بفتح رأس المال البنكين العموميين CPA والBDL يعني تعتبر خطوة مهمة في مسار إصلاح ويعني عصرنة المنظومة المالية والبنكية في الجزائر، وهذا راح يسمح يعني لهذين البنكين أنهم يعني يكون لهم دور جديد من خلال يعني المنظومة التي يتم انتهاجها، وهي يعني فتح رأس المال، وبالتالي حيكون فيه مساهمين وتكون فيه يعني مبادئ لحوكمة جديدة. هذا التسيير يكون له أثر إيجابي على يعني دور هذه البنوك، وأيضا في نفس الوقت راح يسمح يعني بالارتقاء بأداء البنوك إلى مستوى يعني البنوك يعني العالمية، وهذا يعني خطوة أيضا مهمة لأنه اليوم الجزائر ماضية في الانفتاح على الأسواق العالمية. تعزيز دور المؤسسات المالية من خلال استدراك الإخفاقات التي تسجلها يستدعي تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى قصد تحقيق الغايات المسطرة حسب خبراء. دونك هذه الإصلاحات مهم جدا لأن هما اللي راحين يدعموا الصناعة الجزائرية بصفة عامة ويدعموا النشاط الاقتصادي اللي كان يعني شوية متأخر هذه الأيامات. احنا نتمناو يعني القانون الجديد تاع 24 العام الجاي إن شاء الله يكون تفتح وفرصة طيبة، ويعني يمد كل ضمانات القانون الجديد هذا تاع العملة الصعبة، يعطي كل فرصة وكل قوة وكل شفافية للشركة الجزائرية اللي تحب تروح يعني المنافسة الدولية. تحديات هامة تواجه القطاع البنكي في المراحل القادمة من شأنها مسايرة مختلف المتغيرات الاقتصادية التي تعرفها البيئة المالية المحلية والدولية، مما يستدعي التزام حكومي لمجمل الإصلاحات المعلن عنها في هذا المجال.